بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 84 في كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، شرح كتاب ألفاظ التقريب للعالم أحمد ابن شجاع في فقه السادة الشافعي. أحمد بن أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. وتكلمنا في المجلس الماضي على كتاب أحكام الجهاد، واليوم نتكلم على نتائج الجهاد، جهاد العدو، الجهاد في كتب الفقه، الجهاد في سبيل الله وهو جهاد الأعداء، والجهاد في كتب التصوف هو جهاد النفس. يبقى احنا ده كتاب فقهي بيتكلم على جهاد اللي هو حرب الأعداء، ومقصود بالأعداء الكافر الحربي وليس المسلم الباغي. يبقى قتال البغاة ليه أحكام، وقتال الكفار الحربيين ليه أحكام. جهاد الكافر الحربي بينبني عليه انتصار، فإذا انتصرت هتاخد غنائم، يبقى هناخد احنا النهاردة قسمة الغنائم. وقد يستسلم العدو فيبقى فيء، يبقى الفيء ما جاء بغير قتال يعني باستسلام العدو، والغنيمة ما جاء بقتال. فصل في أحكام السلب وقسم الغنيمة. يقول المصنف رحمه الله والشارح: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. القتيل فعيل بمعنى مفعول، يعني القتيل بمعنى مقتول. فمن قتل قتيلا يعني مقتولا، طب هو يعني تحصيل حاصل هيقتل المقتول؟ لا، ده هي في لغة العرب لا يسمى قتيل إلا إذا إيه، أو مقتول إلا إذا يعني تم قتله، زي لا يسمى مأكول إلا إذا تم أكله، فهي دي لغة العرب. لحسن واحد يقول لك إيه قتل قتيل، يعني هو القتيل حقيقي تحصيل حاصل، لا ده مش تحصيل حاصل. قتل قتيل يعني تسبب في قتل مقتول، فهمت إزاي؟ أدي المعنى. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وسلبه هنا يعني مسلوبه، يبقى السلب بمعنى المسلوب. يعني إيه ما سلبه؟ بفتح اللام بشرط كون القاتل مسلما، يبقى سلبه بفتح اللام بشرط كون القاتل مسلما، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، شرطه الإمام له أو لا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود، سنن أبي داود، قال من قتل قتيلا فله إيه؟ سلبه. سلبه يعني إيه؟ يعني سلاحه الخاص، لبسه الخاص، يخدم كفاءة له، خارج عن الغنيمة. من قتل إيه؟ من قتل قتيلا فله سلبه. يشترط في القتل ده إيه؟ أن يكون قبل انتصار المسلمين. لكن لو واحد قتل قتيل وفي أواخر المعركة والمسلمين انتصروا، ما ياخدش سلبه، لأن ده تحصيل حاصل، ده يبقى تبع الغنائم. لكن قتل قتيل في أول المعركة بسبب أن هو إيه اجتهد اجتهاد زائد، واخترق صفوف العدو، وجازف بنفسه، فقتل قتيل من الكفار فأوهن صفوفهم، يبقى مكافأة له ياخد سلبه. يعني إيه سلبه؟ سلاحه الخاص، لبسه الخاص، الأموال اللي في جيبه. لأن كان زمان احنا قلنا اللي بيقاتل السلاح جايبه هو على حسابه، مش زي جيوش الوقت. يعني جيوش الوقت ما ينفعش تقول له سلبه، فهمت ليه بقى؟ لأن الجيوش الوقت جيوش مرتزقة. يعني مرتزقة بياخد مرتب سواء حارب أو ما حاربش، السلاح جايبه الدولة مش هو اللي شاريه على حسابه.
هو في الوقت واحد بيقاتل بيجيب طيارة يروح يقاتل بيها ولا يجيب دبابة؟ ما بيجيبش، ده بيروح يستلم سلاحه، سلاحه ده هو ما دفعش فيه مليم، اللي دفع فيه كل الفلوس من الدولة. وبالتالي يبقى الكلام ده أحكام زمان، أيام الجيوش بتاعت زمان بندرسها علشان نعرف إن هذه الأحكام عمل بها 1000 سنة وأكتر، عملوا بها المسلمين 1000 سنة وأكتر، لحد ما بقت في جيوش نظامية توقف العمل بها. ليه؟ لأن أصبح كل شيء بيغنمه المسلمون في الجيوش النظامية يعود إلى مال الدولة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى مفيش حاجة اسمها تقسيم غنائم خلاص في جيوش اليومين دول. حتى لو انتصر كل واحد هيرجع سكناته وبياخد مرتبه وياخد مكافئته. ليه؟ لأنه لم يكلف نفسه شيء. ثانيا بياخد مرتب سواء حارب أو ما حاربش، مرتبه ماشي. ده حتى لما بيتقاعد في سن التقاعد بياخد معاش مدى الحياة لحد ما يموت، ويمكن ولاده بعد وفاته كمان. يبقى مفيش حاجة اسمها بقى قسم غنائم على هذه النوعية من الايه، من الجند. فهمت؟ يبقى الجند اللي كانوا بيتوزع عليهم دول بيتوزع لأنه هو اللي مكلف نفسه، هو اللي مدرب نفسه، هو اللي جايب سلاح نفسه، هو اللي جايب فرس نفسه. فهمت ازاي؟ وخارج وبالتالي متكلف. ثانيا لو مفيش حرب ما بيقبضش مرتبات، في حرب هو خد غنيمة، مفيش حرب هو قاعد يشوف مصالحه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى بالتالي ما يتصورش الجيوش الحالية ان الاحكام دي تنفذ ليها. واضح؟ دي نقطة مهمة. احنا بنقرأ تاريخ، لو عادت مرة اخرى الجيوش ان كل واحد بيسلح نفسه تعود الاحكام مرة اخرى. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ومن قتل قتيلا اعطي سلبه، سلبه بفتح اللام بشرط كون القاتل مسلما. افرض احنا كانت في الحرب بتاع زمان ممكن يخرج معانا بعض اهل الذمة يقتلوا، ما ياخدش السلب اهل الذمة. لو خرج واحد غير مسلم معانا يقاتل بسبب اتفاقية معاهدة شيء من هذا ما ياخدش السلب، السلب لابد ان يبقى القاتل مسلم. واضح؟ ما يشتكرش فيها الذكورة، يعني ولو امرأة شجاعة وقتلت تاخد سلبه بشرط كون القاتل مسلما ذكرا كان او انثى، يعني سواء القاتل ده مسلم ذكر او انثى، حرا او عبدا، شرطه الامام له او لم يشرطه، يعني لان ده شرطه الشارع فمش محتاج تنصيص الامام ولا قائد الجيوش، لان الشارع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. واضح؟ يبقى مش محتاج نص من الامام لان نص الشارع عليه. والسلب ثياب القتيل، عايز يعرفك ايه هو السلب بقى اللي هو المسلوب منه المأخوذ منه، ثياب القتيل التي عليه، والخف والران. عارف الران؟ كان زمان لما تشوف الفرسان بتوع زمان يلف حاجة حوالين الساق بتاعه تحميه، تحمي الساق بتاعه من بعض الضربات، تبقى جلد كده ويبقى دي اسمها الران، بيلبسها في الساق بتاعه. يعني الزي بتاع زمان كان ليه وصف معين، الخف والران، وهو خف بلا قدم يلبس للساق فقط. وآلات الحرب لو معاه درع، معاه درعين، معاه سيف. والمركوب الذي قاتل عليه، لو كان بيقاتل على فرس ياخد، طب لو بيقاتل على اكثر من فرس معاه ياخد فرس واحد، طب لو معاه اكثر من سلاح اكثر من سيف ياخد واحد والباقي يرد في الغنائم. فهمت؟ والمركوب الذي قاتل عليه او امسكه بعنانه، والسروج والسرج واللجام. السرج اللي هو قاعد عليه على الفرس، بيقعد الفرس على حاجه اسمها سرج، زي البردعه في الحمار اسمها سرج في الفرس، وزي الرحل في الجمل، هو ما يجلس على ظهر الحصان يسموه السرج. والسرج واللجام اللي بيبقى بيقود بيه الدابه، ومقود الدابة، والسوار بيبقى ساعات ايه لابس سوار كده عشان يحمي المفصل بتاعه ما يتجزعش، وخد بالك ده اسمه السوار. انت اما بتشوف الجند في الافلام التاريخية بتلاقيهم لابسين اللبس ده. فهمت ازاي؟ دي في الافلام التاريخية تلاقيها تشوف اللبس ده. ومقود الدابة والسوار والطوق والمنطقة، المنطقة اللي هو الحزام بتاعه، مش احنا بنقول ستنا اسماء ذات النطاقين لانها كانت بتتمنطق، يعني ليها حزام فشقته، يبقى المنطقه اللي هو الحزام، حزام الفارس
بيبقى في جيوب حاطط فيها ايه خناجر، حاطط فيها ايه حاجات يعني لزوم القتال، هياخد ده كله. والمنطقة وهي التي يشد بها الوسط، والخاتم والنفقة التي معه، لو كان حاطط برضه نفقة دنانير في أموال في جيبه ياخدها. والجنيبة التي تقاد معه، كل فارس بيبقى معاه ايه؟ مع الفرس اللي هيقاتل عليه، وبيجر معاه يمكن فرسة تانية صغيرة غير صالحة للقتال، محملها الزاد بتاعه، أكله شربه لبسه، يسموها الجنيبة. فهمت؟ بالجنب. كل دي أيام حروب زمان بقى. دلوقتي بيبقى إيه؟ أي سرية ماشية بيبقى معاها إيه؟ عربيات التموين بتاعتها. عربيات التموين بتاعتها اللي هي الجنيبة بتاعت زمان. بس كان زمان كل واحد بيبقى مسؤول عن تموين نفسه. فهمت؟ وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب في قتله. غر بنفسه يعني إيه؟ يعني جازف بنفسه، يعني بذل جهد زائد وراح للقائد الكبير قوي هو قتله. لأن قتل القواد الكبار في أول الحرب بيفت في عضد جيش الكفار. فهم؟ وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب في قتله، بحيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك ايه الكافر. فلو قتله وهو اسير، او قتله وهو نايم، او قتله بعد انهزام الكفار، كل ده مالوش سلبه بقى. فهمت؟ فلو قتله وهو اسير او نائم، او قتله بعد انهزام الكفار، فلا سلب له. وكفاية شر الكافر ان يزيل امتناعه. مش شرط بقى يقتله، افرض قطع ايدي الاثنين، افرض خزع عينيه الاثنين، يعني خلاه لا يصلح ان يقاتل، يبقى برضه ياخد سلبه. فاهم؟ يعني مش شرط يقتله، يعني يطلع روحه، قد يبارزه فيقطع يده الاثنين او رجليه الاثنين او يفقأ عينيه، يعني صار غير صالحا لانه يقاتل خلاص، يبقى برضه ياخد سلبه. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه كأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه أو رجليه. والغنيمة لغة هي الغنيمة، الغنيمة بمعنى مغنومة، يبقى فعيلة بمعنى مفعولة، زي قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فهمت ازاي؟ يعني كتير ما يأتي لفظ فعيل بمعنى مفعول، كتير قوي في لغة العرب. جريح مجروح، قتيل مقتول، غنيم غنيمة مغنومة. فهمت ازاي؟ سليب يعني مسلوب، وهكذا تأتي كثيرا. والغنيمة هي لغة مأخوذة من الغنم. الغنم يعني ايه؟ يعني ان هو غنم الشيء، يعني حازه، وهو الربح. الغنم هو الربح. وشرعا ايه هو شرعا بقى؟ المال الحاصل للمسلمين من كفار اهل حرب بقتال. لازم كفار واهل حرب وبقتال عشان تبقى غنيمة. وإيجاف خيل أو إبل. إيجاف خيل أو إبل يعني إيه؟ استعمال الخيل والإبل للحركة والهجوم، هذه معناها إيجاف خيل. وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين، فإنه فيء لغنيمة. يعني واحد مرتد كان معانا مسلم ارتد وانضم لجيش الكفار فبقى بيحارب المسلمين، ده مش كافر اصلي، يبقى ايه ماله ده يتخش في الغنيمة ما يتخدش سلبه. فهم؟ ويعتبر ايه المال بتاعه فيء لا غنيمة. فيء يعني ايه؟ يعني عاد الينا مرة اخرى، لانه ماله لو هو مسلم كان مال للمسلمين، فلما ترك الاسلام عاد مرة اخرى ماله الينا. على ايه يعني الفيء؟ معناه عاد مرة اخرى لاصله، لان اصل الدنيا ربنا خلقها لعباده يعبدوه وتعينهم على عبادته، فالكافر استعان بها على معصية الله، وبالتالي اذا اخذنا المن من الكافر يبقى عاد الى مراد الله، عاد لمن يستعمله في العبادة والاصلاح والصلاح، لا لمن يستعمله في المعصية. فهمت ازاي؟ يبقى ادي معناه
يعني لما الكافر بيتنازل عن ماله بيعود إلى المجرى الصحيح الذي خلقه الله له أن يعين المسلم على عبادة ربه. لكن الكافر لما بياخد المال بيستعين بيه على إيه؟ على معصية رب، يلعب بقمار، يزني، يقتل بيه المسلمين، يفسد في الأرض، مش ده اللي بيحصل؟ يشتري بيه خمرة، يبقى قاعد بيفسد المال. لما ياخدوا المسلمين بقى يعمروا بيه الأرض ويبنوا بيه المساجد والمدارس ويربوا الأيتام ويبنوا البيوت، يبقى حاجة تانية. فهمت بقى؟ وتقسم الغنيمة بعد ذلك، يعني بعد إخراج السلب وبعد الرضخ على القول، لأن في قولين. الرضخ يعني إيه الرضخ؟ الرضخ اللي هو إننا ندي مكافآت غير قسم الغنيمة للي ساهموا في الحرب بدون حرب. خارجين يمرضوا الجرحى، خارجين يطبخوا الأكل للجيش، دول ياخدوا إيه من الرضخ؟ يبقى الرضخ ده غير مقسوم، ده بيدفعه الإمام من الغنيمة قبل قسمتها على حسب ما يرى فيه المصلحة. فهمت بقى ازاي؟ ده اسمه الرضخ. يبقى بنشيل السلب ونشيل الرضخ، الباقي اسمه غنيمة، نقسمها أخماس، 4 أخماس للجند وخمس لله ورسوله. فهمت ازاي؟ وخمس لله ورسوله يخمس. ادي الطريقة. فاعلموا انما غنمتم فان ايه؟ فاعلموا انما غنمتم من شيء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده خمس الايه؟ خمس. طب والباقي؟ الباقي من الخمس ده هيبقى 4 أخماس ياخدوا الجند. فهمتوا بقى المسألة؟ وتقسم الغنيمة بعد ذلك، أي بعد إخراج السلب منها. وقلت لك في وجه تاني نخرج معها الرضخ. في وجه يقول لك لا، ده الرضخ ده حاجة زائدة عن الغنيمة وبناخدها من الخمس بتاع الله ورسوله. فهمت بقى؟ يعني في وجهين. وجه يقول لك الرضخ ده ناخده من الخمس بتاع الله ورسوله. فهمت ازاي؟ وفي وجه تاني ان هو يؤخذ من مجموع الغنيمة قبل قسمته. على 5 أخماس، فيعطى 4 أخماسها من عقار ومن كل من شهد أي حضر الواقعة من الغانمين بنية القتال، وإن لم يقاتل مع الجيش. طالما خارج يقاتل لكن ما قاتلش مع الجيش، عشان كان القائد قال إيه؟ قال إن الفرقة دي هتقف هنا ترابط هنا، وفرقة دي ترابط هنا، وفرقة دي تقاتل، يبقى كل الحاضرين هتتقسم عليه حتى ولو لم إيه يمارس القتال، لأنه كان موجود حاضر مستعد يقاتل، لكن المعركة ايه تطلبت ان ناس تمارس القتل وناس تانية تحرس وايه وتعمل. فهمت بقى المسألة؟ يبقى طالما حضر للقتال حتى ولو لم يقاتل ياخد من ايه؟ من 4 أخماس. لمن شهد اي حضر الوقعة من الغانمين بنية القتال وان لم يقاتل مع الجيش، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الاصل. طب افرض واحد حضر معاهم ما كانش بنية القتال وهم ماشيين، انتوا رايحين فين؟ رايحين نقاتل. خرج معاهم عشان ينصرهم، يبقى برضو ايه؟ يدخل معاهم. في الازهر، اما يقولك في الازهر معناه في مقابل للازهر الظاهر، والازهر والظاهر هو الراجح في ايه؟ في الاقوال، اقوال الامام الشافعي. يبقى مقابل الازهر انه طالما ما كانش خارج معهم للقتال جاء مصادفة ياخد من الرضخ وما ياخدش من الغنيمة. فهم؟ ده مقابل الأزهر، والأزهر هو الراجح من الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي. ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. طب واحد بقى من الجند جه بعد ما القتال خلص، ملوش في الغنيمة. واضح؟ ويعطى للفارس. طيب هنقسم ازاي بقى بين الجند الـ4 أخماس؟ اللي جاي بفرسه هياخد 3 أسهم، سهمين للفرس وسهم له. طب واللي جاي على رجليه بيقاتل ياخد سهم واحد. ليه؟ لان الفرس مكلف، الفرس بيكلفه وبيربيه وبيدربه وبيعمله. لو انت عندك فرس تلاقيه يكلفك اكتر ما هتكلف ابنك في الجامعه. فهمت ازاي؟ بيكلف لانه لازم ينام في مكان معين وليه اكل بطريقه معينه وليه سايس لازم ياخد باله منه، والا لو سبته يضيع الفرس يموت. عايز رعايه معينه، فرعايته مكلفه.
فطالما رعيته مكلفة وهو بيرعاه وهو ملكه وجازف به في القتال، يبقى ياخد سهمين للفرس وسهم ليه هو طب لو جاء بغير فرس يبقى هياخد سهم الراجل دون سهمان الفارس. واضح؟ ويعطى للفارس الحاضر الوقع وهو من أهل القتال بفرس مهيئ للقتال عليه سواء قاتل أم لا 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، تعويض عما أنفقه على الفرس. ولا يعطى إلا لفرس واحد. طب افرض خارج وجايب معه عدة أفراس، ياخد سهم للفرس واحد. سيدنا الزبير كان خارج بعدة أفراس في غزوة خيبر، الرسول اداله سهمين للفرس بس، ما حتحسبلوش باقي الافراس. سيدنا الزبير. يبقى ويعطى للفارس 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، ولا يعطى الا لفرس واحد ولو كان معه افراس كثيره. وللراجل، الراجل اللي هو مين؟ اللي ماشي على رجليه بيقاتل، اللي هو يسموه الوقت مشاه. وللراجل اي المقاتل على رجليه سهم واحد. ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط. من هنا تعود على الشخص اللي هيسهم له، لازم يبقى مسلم بالغ عاقل حر ذكر، 5 شروط استكملت فيه 5 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له، ياخد من رضخ بقى ما ياخدش من السهم، رضخ له ولم يسهم له، أي لمن اختل فيه الشرط إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى أو ذميا. والرضخ لغة العطاء القليل، وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل، ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه، فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل قتالا. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأزهر، والثاني محل أصل الغنيمة زي ما قلت لك في الأول. يبقى الرضخ إما يؤخذ من أصل الغنيمة، لكن المعتمد إنه بيؤخذ من الأربعة أخماس مش من أصل الغنيمة. يتبقى لنا الخمس بتاع الله ورسوله، هنعمل فيه نخمسه. واضح؟ ويقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على 5 أسهم: سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له في حياته، ويصرف بعده للمصالح. طب بعد وفاة النبي بيأخذ سهم اللي متعلق بالنبي ده اللي هو خمس الخمس، وينفق به، يعطى به مرتبات للموظفين في ولاية أحوال المسلمين، يعطى بقى لوالي المسلمين ولحاكمهم مرتبه منه من هذا الخمس. وكالقضاء والشرطة وغير ذلك يأخذوا منين؟ من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بعد وفاة. يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين كالقضاء الحاكمين في البلاد، أما قضاة العسكر، لكن قضاة الجيش لا، دول بيرزقوا منين؟ من الأخماس الأربعة كما قاله الماوردي وغيره. طب افرض ان الخمس ده كتير، ادينا لدول وباقي نستفيد بالباقي وكسد الثغور، وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا، يتعامل نقط حراسة مشددة في أماكن اللي هي ممكن يجي لنا الأعداء من جهتها، فبناء هذه النقاط الحراسة دي تتاخد من الخمس أيضا. والمراد بسد الثغور بالرجال وآلات الحرب، ويقدم الأهم من المصالح فالأهم. ده أول خمس من الخمس. الخمس الثاني: وسهم لذوي القربة اللي هو قرابة النبي من جهة الذكور. يبقى آل البيت من حيث النسب المنسوب من الأم، شريف الأم وشريف الأب، لكن من حيث قسمة الغنائم ما ياخدش إلا اللي نسبه من جهة الآباء، واللي جهة الأمام ما ياخدش من الخمس. فهمت؟ وسهم لذوي القربة أي قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مين؟ وهم بنو هاشم وبنو المطلب اللي هم نسبهم من جهة الآباء مش من جهة الأمهات. واضح؟ يشترك في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير، ويفضل الذكر فيعطى مثل حظ الأنثيين. طيب والسهم الثالث: وسهم لليتامى
لان هيبقى في يتامى مسلمين فقدوا ابائهم في الحروب وفي الحياه العاديه، فدول كمان ينفق عليهم من خمس الخمس. وسهم لليتامى المسلمين جمع يتيم وصغير لا اب له، سواء كان الصغير ذكرا او انثى، له جد او لا، قتل ابوه في الجهاد او لا. ويشترط فقر اليتيم، يشترط انه علشان يدي اليتيم فقير، لكن افرض يتيم وابوه سايب له اموال طائله غني، خلاص مش هياخد. وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل، وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام. ابناء السبيل هم الغرباء، الغرباء اللي عايشين في بلاد المسلمين، سايبين بلادهم وعايشين، ده اسمه ابن السبيل. سموه ابن السبيل لانه لازم الطريق، زي ما يقول ابن الزنا، يعني لازم الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا يدخل ابن زنا الجنه. فالناس تفتكر ابن زنا يعني ولد مولود من الزنا ده ذنبه ايه؟ لا، ده ابن زنا الملازم للزنا، مش مولود من الزنا. يبقى ابن الشيء الملازم له. فهمت ازاي؟ ابن حرام، المصريين يقول لك ده ابن حرام، يعني ملازم لفعل الحرام. ملازم لفعل الحرام، طول النهار قاعد يسكر، يلعب قمار، يعاكس الناس، يسرق، ده ابن حرام. فهمت؟ يعني زي ابن سبيل ملازم للطريق. ابن زنا ملازم للزنا، فهمت بقى ازاي؟ فسمي ابن سبيل ليه؟ يعني هو السبيل اللي ولده؟ هو الطريق بيولد؟ لا، ملازم للطريق فسمي ابن السبيل، فهمت بقى؟ فصل في قسم الفيء على مستحق. طب والفيء بقى نعمل فيه ايه؟ الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، وشرعا هو مال حصل من كفار بلا قتال. الكفار تنازلوا، استسلموا، تراجعوا، ما حصلش قتال، وجالنا المال بتاعهم، يسموه فيء بقى. لو جاء بقتال يبقى ايه؟ غنيمة. عشان كده ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يبقى الفيء يعني بغير إيجاف خيل ولا ركاب، يعني بغير قتال. فهمت بقى؟ الفيء ذكر في سورة الحشر، والغنيمة ذكرت في سورة الأنفال. والفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الرجع من الكفار إلى المسلمين، وشرعا ومال حصل من كفار بلا قتال ولا إجاف خيل ولا إبل، كالجزية، زي الجزية اللي بإيه بنجمعها من غير المسلمين اللي عايشين في بلاد المسلمين مقابل تأمينهم والدفاع عنهم وإعطائهم الحرية في المعيشة في بلاد المسلمين، يتاجروا ويتعلموا ويعيشوا، كالجزية وعشر التجارة. وكانوا كمان بناخد منهم رسوم عشر التجارة بتاعتهم، ضريبة، لأن احنا مأمنين لهم الطريق يتحرك كيف شاء، وبنديله الحرية انه يفتح محلات زي ما هو عايز ويتاجر زي ما هو عايز وينتقل في بلاد المسلمين وهو مش مسلم، فيدفع عشر ايه؟ يبقى الضريبة دي ضرائب يسموها عشر التجارة. ويقسم مال الفيء على خمس فرق. بعض العلماء قال لك الفيء كله يبقى لله والرسول، والجند ياخدوا الخمس بس، الاربع اخماسه لله والرسول، والخمس للجند، اللي عند الجند خدوا هنا الخمس، ما خدوش الاربع اخماس والغنيمه. ليه؟ لان ما قتلوش، ياخدوا الخمس بس، يتقسم على ايه؟ على الجند بنفس النسبه، اللي على فرس ياخد ثلاثه، واللي الراجل ياخد واحد، والاربعه اخماس تتقسم اخماس زي خمس الغنيمه. فهمت بقى؟ في قول تاني يقول لك لا، ده هي الفيء يتقسم كله أخماس على طول، والأخماس دي هتتقسم زي ما إيه على الحاجات دي. أول حاجة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، يبقى أول خمس هيروح على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، يبقى أول خمس يتقسم أخماس. ويعطى أربعة أخماسه في بعض النسخ أخماسه للمقاتلة، وهم الأجنال الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة، فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم، فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم، فيعطيه كفايته،
من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والرخص إيه والغلاء. هي والرخصة مفتوحة الخف غلط، والرخص الرخص اللي هي يعني رخص الأسعار. زي ما قلت لك إن في مذاهب تانية بتقول إيه، بتقول إن الفيء بيقسم، المقاتلة ياخدوا الخمس بس مش الأربعة خماس. هنا قال لك لا، المقاتلة ليه الشافعية فهموا إن الفيء كالغنيمة، نص على الغنيمة ولم ينص على الفيء، يبقى يصرف الفيء على ما نص عليه في الغنيمة. فهمت بقى طريقة الشافعية فهموا كده، فقسموا الفيء زي الغنيمة. لكن مذاهب تانية قالوا لا، ده الفيء غير الغنيمة. المذاهب الثلاثة التانية غير الشافعية، الفيء غير الغنيمة، خمسه بس للمقاتلة، والأربعة أخماس يروح في إيه؟ في الأخماس بتاعت خمس الغنيمة لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمصالح العامة وغير ذلك وابن السبيل. وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضلة عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح. ونقف في أحكام الجزية، الجزية نقف على هذا الفصل إن شاء الله الثلاثاء بعد القادم. الثلاثاء بعد القادم هيوافق يوم إيه؟ لو هيوافق يوم 6 احنا مسافر يوم 6 هيبقى اجازه. هيوافق 6 يبقى انا مسافر 7 الصبح، يبقى مؤجل الدرس لحد ما نيجي بعد الحج ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.